فإذا متابعه عالم الصباح لليوم مشاهدينا هي مع محطتنا التاليه، وروى انضمت لنا رح تتلقى اتصالاتكم مع صحة السلامه. صباح الخير روى. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. إن شاء الله يكون أسبوع كتير حلو للجميع أكيد، والحمد لله لحد هلأ الطقس عم بيكون نوعا ما مقبول للصايمين، فأنا بقول عن جد الحمد لله شغل كتير منيح. بارح يعني هيك كنت عم بحكي على بكرة أنه من امبارح يعني كانت هيك كلير سكاي وما بقى في غيوم وما بقى في هواء كثير وهيك، بتحس الناس انه ياه اليوم حسينا بلشت عن جد الصيفيه. مزبوط. اليوم عن جد الصيفيه، ان شاء الله ما تطلع كثير درجات الحراره. صح، تضلها مقبوله. تضلها مقبوله وكل شيء عازم. صح. طبعا مثل ما بيعرفوا المشاهدين ومثل ما قلتي قبل انه عندنا اليوم اتصالات على الهواء، واكيد عندنا الاسئله اللي وصلتني بالواتساب كمان لنجاوب عليها. ببلش بالسؤال الاول. اكيد. قالت لي صباح روى، انا حامل بالشهر الخامس وعندي امتحانات، بدي نصايح للصيام مشان ما يتاثر البيبي. هلا اللي بدي اقول لك اياه انه بالاجمال الحامل ما مفروض انها تصوم، يعني هيدا اللي متعارف عليه، واكيد فيكي كمان تسالي من الناحيه كمان الدينيه انه هي معفيه من الصيام لانه لازم تاكل وتتغذى مظبوط وتشرب سوائل كمان، خصوصا اذا مثلا كان عندك شويه مشاكل خلال الحمل، يعني مش عنك بس بالاجمال، يعني مثلا في لعيه مستمره او في مثلا بصير عندك دوخه بتتعبي، فاكيد ما لازم تصومي. انا نصيحتي انه ما لازم تصومي لحتى يضل عندك طاقه وتضلي عم تاكلي مظبوط ومثل ما بتعرفي، لحتى ما يصير في تعب او لعيه نفس او ازعاج، لانه مرات في اشخاص بتضل اللعيه على مدى 9 اشهر مش بس اول فتره. بصير بيقصد ضغطهم يعني. هلا مش عم نخوفها الحمد لله، انه بس انه ليش حتى تاخذ المخاطره. من هيك لازم تاكلي وجبات صغيره متفرقه، تشربي مي كثير، هاي شغله كثير مهمه خصوصا هلا نحن بالصيفيه، فلازم تشربي مي اكثر. من هيك نصيحتي انا انه الافضل انك ما تصومي. السؤال الثاني، بليز بدي اسال انه عم بتقول انا عندي سكري وكنت عم صوم وماشي حالي، بس صار عندي كريزه، ما بعرف اذا هو او هي كريزه الكولون العصبي، ووجع كثير قوي، ومطلوب انه ينعمل حميه كثير قاسيه، بس السؤال هل بقدر صوم مع هاي الحميه؟ يعني بده يكون كل شيء مسلوق. بعتقد اولا بما انه في سكري، وهي كنت عملت حلقات كثير قبل عنا، بنعرف السكري في النوع الاول والنوع الثاني، وممكن النوع الثاني يسمح الطبيب انه يصوم الشخص، هون ما بعرف اي نوع سكري عنده او عندها، لكن كمان تحت اشراف الطبيب، يعني ما بعرف اذا حكيتي او حكيت مع طبيبك قبل انه هل مسموح انه نصوم بوضعك انت او وضعك، يعني السكري مضبوط قد ايه صار له، مخزون السكر قد ايه، العلاج كيف بده يكون، بحال الصيام كيف بده يتغير، فكل هالامور هي بدنا نكون حضرناها قبل ما نبلش نصوم. وهلا صار في سبب اضافي اللي هي مشكله الكولون العصبي واكل كله مسلوق، فيمكن بعتقد رح يكون في تعب وضعف اكثر بهالمرحله، يعني وساعات الصيام طويله، يعني وقت طويل بلا اكل، وبالاخر بس عم ناكل مسلوق وعم ناكل اكل كثير خفيف، بعتقد رح تكون صعبه كمان مع السكري. فانا رايي فينا نرجع نراجع الطبيب نتاكد منه اذا مسموح نصوم او لا، بس بعتقد على الارجح رح يقول انه الافضل انه ما نصوم، ما ناخذ الخطوره المخاطره، لانه كمان السكري يا بصير في هبوط حاد بمعدل السكر خلال الصيام، وبالتالي بيعمل دوخه، بيعمل اغماء، بندخل بمشاكل كثير كبيره. فمن هيك السكري كثير دقيق، حالات قليله جدا بيسمح الطبيب انه مريض السكري يصوم، بالباقي الحالات لا، الافضل انه ما نصوم ابدا. اوكي، السؤال اللي بعده. عم تقول صباح الخير، انا عامله عمليه بكليتي وتم استئصال ثلث الكليه من مده 3 سنوات، الحمد لله على السلامه، وعامله العمليه من 3 سنوات عملت العمليه وما بتصوم، وبالايام العاديه ما بتشرب مي كثير، فهل بتقدر تصوم السنه؟
هلا بالنسبه لاستئصال الكليه سواء جزئي او كلي، طبعا في نمط حياه كله بده يتغير. طريقه اكل بدها تتغير، بمعنى اكلنا بده يكون كثير متوازن، بدنا ننتبه على نوعيه الاكل، وبيكون في ارشادات كثير خاصه بهالموضوع لحتى نخلي الكليه عم تشتغل، الكليه اللي بقيت سليمه والجزء اللي بقي من الكليه الثانيه سليم ويشتغل بطريقه صحيحه. بدنا نشرب مي لحتى كمان الكليه تنظف وتقوم بوظيفتها، إلا إذا طبيبنا عطى غير نصائح أو غير إرشادات. هلا بالمبدأ صار لك 3 سنين، يعني بعتقد صرتي بمرحلة مستقرة، يعني الأمور عرفتي شو نظام الحياة كيف بده يكون. بعتقد إنه فيك تصومي، لكن أنا كمان برأيي نرجع نعمل إيفاليويشن، نعمل تقييم مع طبيبنا إذا مسموح، إذا كل شيء أوكي، الكلية عم تشتغل مظبوط، ما عندك أي موانع أو يعني نوع من العوائق انك ما تصومي. بالمبدأ بعتقد انه فينا نصوم. بدك تشربي مي كمان، يعني على الاقل 4 كبايات لـ8 كبايات مي، شغلة كتير مهمة حتى اذا قررتي تصومي كمان انه يكون تعودي موجود بفترة الفطور، يعني بين الافطار والسحور انه نكون عم نشرب مي ونعود المي اللي خسرناها خلال النهار. لكن ما بيمنع انه ترجعي تتأكدي من طبيبك، لانه هو اكيد بيعرف حالتك بصورة افضل وبيعرف كل جوانب. طبعا أنا اتصال روى من سهى. الو الو، صباح الخير. بونجور. بونجور سهى. بليز بدي اسال مدام روى. اهلا سهى، تفضلي. اوكي بدي اسال مدام روى، شو الفيتامينز اللي لازم الست تاخذهم في حال عندها هر شعر وتكسير ضفير؟ اها اوكي. نعم اوكي. اجمالا في فيتامينز او سبلمنتس اللي هن بيجوا تحت يعني عنوان او مبين انه هن سبلمنتس للشعر والاظافر، يعني هن جرعات اضافيه للشعر والاظافر، وبيكون فيهم عده انواع من الفيتامينات. بيكون اكيد المكون اذا فينا نقول الاكثر هو الفيتامين بي وعائله الفيتامين بي، كثير مهمه لتقويه الشعر والاظافر. انا بقول فيكي تاخدي شغله كثير منيحه، وفينا نعمل هالشيء مره بالسنه، مثل يكون أصحة السلامة إذا فينا نقول، لأنه الشعر بيمرق بمواسم، بهر فيها، بيتغير الشعر، الشعرة إلى عمر ترجع بتجدد حالها، فممكن مرة بالسنة نعمل هيدا الكورس الفيتامينز. إجمالا بدك تشوفي بحسب نوع السبلمنت اللي عم تاخديه، مرات بيكون بيتاخد على شهر أو مرات بيتاخد على شهرين، هن بيكونوا محددين على العلبة. ف يعني أنا بقدر تحت الهواء أعطيكي شوية أسماء تختاري من بيناتهم، لكن بالإجمال هن بيكونوا مجموعة فيتامينز مع بعض لتقوية الشعر والأظافر. إذا بدك احكيني دغري بس خلص. اوكي سهى؟ عنا امل على الخط. اوكي. امل صباح الخير. بونجور. بونجور، اهلا امل. امل صباح الخير. امل عم نسمعك. بدي اسال اذا عندي دوخة ما بعرف من شو. اوكي. قديه صار لها؟ صار لي شي شهر. شهر، كيف بتحسي يعني مثلا اول ما تقومي من الصبح من تخت ولا بتكوني عم تشتي؟ بعد شوي بس قوم. اوكي. امل بدك توطي لنا صوت التلفزيون اذا بتعملي معروف. اوكي. على الاخر على الاخر على الاخر، خليكي بس حد التليفون. بقوم بعد شوي بصير حس دوخه، ما عندي اكيليبر يعني هيك بضلني كل النهار، ما عم بعرف من شو. اوكي، وما عندها وقت مثلا بتزيد بتخف؟ لا. كل النهار بتضل ما بتوقف؟ كل النهار؟ برتاح نتفه بترجع، يعني هيك ما عم برتاح منها. طيب ولما بتكوني مثلا مسطحة أو قاعدة ما عم تتحركي بتحسي دايخة، إنه أنت حاسة هيك راسك فاضي أو دايخة، ولا بتحسي الأوضة عم تبرم فيك؟ لا ما بحس هيك، بس وقت اللي بقوم لأمشي ما عندي إكيليبر. أوكي. طيب طبعا يعني انا ما بقدر هيك اعطيكي تشخيص بالمطلق، بس بقدر شوي هيك افكر معك شو ممكن يكون الاسباب، لانه الدوخه في 100,000 سبب ممكن يكون لها. يعني فينا نبلش من ابسط شغله، انه ممكن يكون واحد ناقصه سوائل، ناقصه مي، فبحس بهال لانه ناقصه مي ما عم بيشرب كفايه، بس يقوم يعمل اي مجهود بحس انه كانه راسه فاضي او فيها الدوخه. ممكن تكون مشكله بالاذن
التهاب بالاذن، ممكن تكون مشكله اعصاب كمان، ممكن تكوني عم تمرقي بمرحله انت كثير مثلا في مشكله معينه مضايقتك، في ستريس، في شيء مضايقك، منك رايقه اعصابك، منا مرتاحه، فممكن تكون هالدوخه وحده من اذا فينا نقول المؤشرات اللي ممكن تصير. فمن هيك ما بقدر هيك اقول لك بالمطلق، بس انا اللي بقوله انه اذا عندك فاميلي دكتور او طبيب عائله بيسوى تروحي تشوفيه وينعمل هيك مثل تشيك اب على كل شيء، ونشوف اذا في نقص معين كمان، مرات اذا في نقص معين مثلا الاشخاص اللي عندهم كمان نقص بالحديد او نقص معين ممكن يحسوا بهالدوخه او قله النشاط او التعب. فانا بفضل انك تعملي تشيك اب، ينعمل فحص شامل ومن هنيك منبلش. واكيد اذا عندك كمان شيء مضايقك يعني انت بتعرفي اكثر بحياتك كمان، خبري الطبيب عنه لحتى يكون عنده صوره كامله عن المرحله اللي انت هلا عم تمرقي فيها، لانه مثل ما قلنا ممكن يكون المشكله ستريس واعصاب، وممكن تكون شيء جسدي، فبدك تشوفي. اوكي امل، ميرسي لك امل. رح ننتقل ناخذ سميره. الو، صباح الخير سميره. كيف دكتوره؟ اهلا سميره، تفضلي. بدي اسالك، انا جديد يعني انا عمري 64 سنه، بعدني لا اخذي دواء ولا شيء، طلع عندي ضغط، صار عندي عارض، رحت عند الحكيم عمل لي فحوصات، هذا طلع عندي ضغط، ضغطي طلع والكوليسترول عالي. هلا منعني الحكيم، بس ما عم باكل ملح ابدا ولا شيء، حاسه حالي كمان يعني يمكن عم بيقصد ضغطي او شيء، شو لازم اكل مثلا؟ يسوى مرق شويه ملح. هلا طلع عندك ضغط، شو قاشط ضغطك ولا عالي؟ لا عالي ضغطي، عالي 16/10 طلع يعني اكثر شيء. اوكي، واعطاكي دواء صح؟ اوكي اعطاني دواء. اوكي، هلا يمكن بتحسي هيك انه انا برايي اجمالا، لانه لما بيكون في علاج للضغط في نوع من بيرجع بتنظم العلاج، يعني من وقت لوقت بغير الحكيم الدوز، بغير الجرعه، فانا برايي ارجعي راجعي معه، شوفي يمكن عم بيكون الدواء لازم شوي يتخفف، يمكن عم بقشط لك ضغطك زياده عن اللزوم، بيرجع هو بيعيد تقييم الدواء وبيشوف قد ايه الدوز او الجرعه اللي لازم يعطيك اياها. فقبل ما تعملي اي شيء، لا الافضل انك تشوفي طبيبك وتشوفي بالنسبه للدواء قد ايه عم بيكون بعد ما اخذتيه هلا لفتره، شو لازم هلا المرحله الثانيه. طبعا بنعرف اذا الضغط كثير وطي، اوكي شربنا شويه مي وملح بتساعد، بس ما بدي اقول لك ايه نقعد نشرب مي وملح وانت عندك ضغط عالي، ما بدنا نخربط شيء، من هيك بنشوف طبيبنا وبنشوف هلا الدواء وين صرنا فيه، كيف بدنا نرجع ننظمه لنشوف الدوز او الجرعه. اوكي؟ عندنا بعد اتصال. أوكي. رح ناخذ كمان امل. الو الو الو، صباح الخير. صباح الخير، كيفك امل؟ الله يخليكي يا رب. تفضلي، شو سؤالك اليوم؟ تفضلي. انا سؤالي للاخصائيه عملي معروف، بدي اعرف في اغذيه معينه بتساعد على النمو عند الاطفال على الطول، يعني طول القامه، لانه بنسمع كثير عن ادويه وعن خلطات وعن اشياء كثير انه بتعطي طول للولد. أيه؟ انا بنتي عمرها 18 سنه وبتحب الطول كثير وحظها بالطول قليل، عم تقول لي ماما بنسمع وبنعرف، اسالي لي بقى. قلت لها اسال اهل المعرفه. طيب اوكي، ميرسي امل. اول شيء بدنا نعرف انه الطول العامل الوراثي بيلعب فيه دور كثير كبير، يعني نحن بنخلق، واذا بدك في شيء يعني مبرمج بجسمنا قد ايه رح نطول، مع يعني في بتركيبتنا معروف قد ايه رح نطول. هلا الا اذا طبعا في مشاكل اخرت تاخر بالنمو، في مشاكل بعمر صغير بتاثر على الطول، بتاثر على النمو، هذا موضوع ثاني، بس اذا كل شيء كان طبيعي عم بيمشي نحن في عنا طول معين رح نوصل له، ما فينا نعمل فيه شيء. هلا ادويه وجرعات وهيك اكيد ما بننصح فيها، لانه بالنهايه كله له سايد افكتس ويفضل لا. بالنسبه للاطعمه يعني ما رح بترك لك لكارلا هي تخبرك اكثر عن الاطعمه، لكن فينا نقول انه اكيد لما ناكل من اكل متنوع ومغذي في كل شيء، كل العناصر الغذائيه، لما نشرب حليب ناخذ كالسيوم، اكيد شغله كثير مهمه، هيدي بتخلينا جسمنا صحي وعم بينمى بطريقه صحيحه. بس هيك ناخذ انواع اكل اللي هي بتخلينا تعطينا طول فارع، يا ريت مثلا
ناكل شيء معين نلاقي ثاني يوم طولنا بعد شي 5 سم طولنا 5 سم ما بيضر. قولي لها لبنتك انه بالنهايه العامل الوراثي له دور، يعني ما فينا نحن نلعب بهالموضوع طالما كل شيء اوكي، نموها طبيعي ما عندها اي مشكله، ما فينا نلعب بالطول ومش مطلوب كمان نلعب بهيدا الشيء اكيد ولا نتدخل فيه. ميرسي لك روى. احنا مشاهدينا رح ناخذ بريك صغير، خليكم معنا.